أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس وهذه عناوينها: إحباط محاولة فرار عدد من المساجين من سجن برج الرومي، القبض على منظم رئيس لعملية هجرة سرية، وإتاحة 2000 موعد إضافي للتقدم بطلبات التأشيرة لفرنسا الشهر المقبل. كشف المتحدث باسم هيئة السجون أن أعوان السجن المدني ببرج الرومي بولاية بنزرت تمكنوا من إحباط عملية شروع في التخطيط لمحاولة فرار عدد من المساجين عبر حفر نفق تحت سور السجن. تمكنت وحدات الحرس الوطني بولاية صفاقس من القبض على شخص يشتبه في أن يكون المنظم الرئيس لعملية هجرة غير شرعية نحو إيطاليا، والتي أدت إلى فقدان 16 تونسياً، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الابتدائية صفاقس في تصريح للوكالة الرسمية. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من الكشف عن شبكة مختصة بترويج المخدرات تنشط بين جهتي حدائق المنزه وحي الخضراء، كما تمكنت من إلقاء القبض على 4 أشخاص من عناصر الشبكة وحجز كمية من المخدرات ومبلغ مالي متأت من عائدات الترويج. أوضح القنصل العام لفرنسا لدى تونس أن عدم توفر مواعيد قريبة لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى بلاده يعود إلى إشكال تقني ونقص في الإمكانات البشرية واللوجستية، مؤكداً أنه سيتم بداية من الشهر المقبل إتاحة 2000 موعد إضافي للتقدم بطلبات تأشيرة للسفر إلى فرنسا. تأهل الترجي الرياضي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت على ملعب رادس، ويعود تأهل الترجي لفوزه ذهاباً على ملعب شبيبة القبائل بهدف مقابل لا شيء. تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسوسة، تمكنت من ضبط شخص من القيروان مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء لتنظيم إرهابي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.